حاجه كمان يا جماعه، انتوا عارفين ان انا كلبه ساتس وباث اند بودي وركس كان عامل اوفر باي 3 جيت 3، يعني انا هتشتري ثلاث حاجات هتاخد عليهم ثلاث حاجات هديه. فطبعا رنا خدت مني حاجتين، ما فيش مشكله هنسامحها ماشي، بس انا اول مره كنت عايزه اجرب اللي هو الست دي، فجبت منها طبعا عشان انا كلبه، جبت اللي هو اسمهم ايه 1000 ويشز والباث مش عارف بابل باث بتاعهم، بس هو زي شاور جل عادي، وطبعا اللوشن. جبت ايه بقى كمان، انا ماليش في جو الكاندل بس انا قلت اجرب، بالذات ان في اوضه جديده جايه، فممكن لما اقعد لوحدي كده ابتدي استشعر. انا احلى حاجه بحبها من بتاع هي دارك كيسز الصراحه، وعشان بس ما حدش يقول لي مش عارفه الفاتوره اهي، عشان بس ما حدش يقول لي مش عارفه اعلان، مش عامل اعلان الباث اند بودي. بس كده هو ده اللي انا كنت عايزاه.